احنا هنا بالنسبه لمدينه نصر كده الاكاديميه بتاعتنا بتحوي حوالي 100 و160 لاعب ابتداء من اكبر سن 2005 لاصغر سن 2009، مقسمين كلهم 2005 مجموعه لوحديها وبالباقي من 2006 2009 مقسمين مستويات، اربع مستويات من واحد لغايه اربعه، كل مستوى معاه اثنين مدربين بيشتغلوا كلها ببرنامج محطوط من المدير الفني للناشئين في اهل الجزيره، موحد البرنامج بين اهل الجزيره ومدينه نصر والشيخ زايد، الاساسيات كلها رجلين، وهم دولت بيبقوا اللي بناخد منهم اللعيبه بعد فتره، نعمل لهم تقييم بلجنه محايده لكل الاهلي، بيختار منهم حوالي 30 لاعب بما فيهم حراس المرمى عشان يبقى هم دول دعم للفريق اللي بيخش يشارك بعد كده في البطولات. التمرينات هنا حلوه جدا والكباتن وبيعملوك بطريقه حلوه، احلى حاجه اللي الكباتن لما بيجوا بيمرنوك اكنك داخل بطوله، يعني جد هتتمرن كويس هيعاملوا معاك بكل الاهميه ويعرفوا اللي انت بتلعب كويس، ما هتتمرن بكسل هيخليك في المجموعه الاقل والناس تانية هتتصعد، وده اكتر حاجه بتحبني اللي ما في بحبها في التمرين اللي ما فيش هزار خالص. بيمرنوني كويس وحلو، بيعاملوني حلو، يعني بحبهم. الكباتن كويسين وبيمرنوا كويس، يعني كل الكباتن كويسين والكابتن سيد وباقي الكباتن بيمرنونا كويس يعني وبيعلمونا وبنستفيد يعني. الفترة ديت عشان في تطوير كويس قوي، في اهتمام بمدارس الناشئين، الكفاءات الحمد لله في الكفاءات التدريبية أنا شايف في مدربين دلوقتي على أعلى مستوى، الأطفال الحمد لله برضو أنت عارف الطفل في السن ده بيبقى محتاج رعاية ومحتاج دعم وكده، فالحقيقة أنا شايف مجلس الإدارة الحقيقة عامل مجهود كبير قوي في هذا الموضوع، وزي ما أنت شايف كده الأطفال وبيجوا 3 أيام في الأسبوع ساعتين تدريب، يعني الحمد لله أنا شايف في تطور كويس قوي في من الناحية التدريبية بالنسبة للأطفال يعني. بصراحة هنا التدريبات حلوة جدا، يعني أنا شخصيا واحدة من الناس بنتي خدت كأس أحسن لاعبة في الغطس وكله من تمارين النادي، النادي هو اللي متوليها من A to Z. كنت بتمرن قبل كده في جيم بره، بعدين كنت عايز اوفر شويه فلوس وكده، فجيت اتمرن انا فاشوف في الجيم مستواه عامل ازاي وكده، وبصراحه كان كويس جدا يعني. وبالنسبه لاجهزه جيم تاني ممكن تدفع فيه 1000 جنيه في الشهر وحاجات ارقام كبيره يعني. الخدمه كويسه جدا ما شاء الله يعني، بس هم متهيألي عايزين بس يتوسعوا شويه. الحمد لله احنا التطورات ابتدت في 1/7/2014. والحمد لله احنا شغالين والتطوير، يعني احنا نعتبر احنا مخلصين حوالي 90% من مجمع حمام السباحه، وبنقول ان ده اعاده افتتاح للمجمع ان شاء الله. المستوى الخدمي والانشائي في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت من ساعه المجلس بتاع المهندس محمود طاهر ما مسك النادي في تطور في الثلاث افرع. انا من فتره كبيره قوي ما شفتش التطور السريع جدا على كل الأصعدة في سواء في الجزيرة أو مدينة نصر، ودلوقتي 6 أكتوبر دي حاجة تدعو كل أهلاوي للفخر بمجلس الإدارة بتاعه. خدمات النادي الأهلي ممتازة جدا لأعضاء النادي الأهلي، وبما إن أنا عضو جمعية عمومية أحد أعضاء الجمعية العمومية، اللي أنا شايفه في النادي الأهلي اتغير مليون درجة، مش 1000 درجة، مليون درجة طبعا، من أول اوض اللبس الملاعب للنادي الاهلي مدينه نصر، النادي الاهلي الجزيره، النادي الاهلي الشيخ زايد، كل الحاجات دي طبعا المهندس محمود طاهر واعضائه عملوا انجاز كبير وطفره كبيره في النادي الاهلي، ومش انا بقول عضو بس، كل اعضاء النادي الاهلي شايفه طبعا الحاجه دي حاجه ممتازه جدا، وتقدم في اذا كانت في الالعاب الرياضيه زي كره القدم واخدين دوري مصر طبعا بفرق 17-20 نقطة، واخدين بطولة افريقيا كرة السلة، واخدين الطايرة، واخدين هاند بول، سباحة، تنس، ألعاب قوة، كل الألعاب الرياضية إنجاز كبير أوي بالنسبة للألعاب الرياضية في النادي الأهلي، والنادي الأهلي ده تاريخ وقلعة رياضية لا يمكن حد يقول غير كده طبعا. وبالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الأيام الجاية والفترة الجاية طبعا بيعملوا إنشاءات جديدة في النادي وخدمات النادي الأهلي، وهم ما لهمش طبعا إلا النادي الأهلي بتاعهم زي ما هو أعضاء، هم أعضاء النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة هم زيهم زي أعضاء النادي الأهلي، وهم أصلا النادي الأهلي، عشان كده بيقوموا بإنجازات كبيرة للنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي وخدمات النادي الأهلي. طبعا دي حاجة طبعا يحترموا عليها قوي،
ولازم اعضاء النادي الاهلي تكافئهم على الانجاز العظيم اللي عملوه في الطفره الاخيره بالذات في النادي الاهلي، اذا كان من انشاءات، اذا كان من مطاعم، اذا كان من جناين، اذا كان حديقه اطفال، اذا كان من الانشاءات الداخليه، اذا كان من غرف اللبس، اذا كان كل حاجه بجد يعني حاجه عظيمه جدا في تاريخ المهندس محمود طاهر. وانا مش بقول كده يعني بجامل المهندس محمود طاهر، لا، انا بقول اللي انا شايفه واعضاء النادي الاهلي شايفينه وهم اللي بيقولوه. وطبعا احنا بنقول له انت راجل عظيم جدا، راجل تحترم، راجل اديت بكلمتك ووفيت بعهدك، واتمنى طبعا يا باشمهندس اللي انت تدي اكتر واكتر، واعضاء مجلس النادي اداره النادي الاهلي معاك طبعا، وكل اعضاء النادي الاهلي مع حضرتك في كل حاجه طبعا، في جمعيه، في اي حاجه طبعا. ربنا يوفقك يا باشمهندس انت واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ربنا يوفق النادي الاهلاوي. انا دي السنه 18، انا طبعا ابن النادي الاهلي، بلعب وتربول في العموم، ودي السنه 18 ليا في اهل مدينه نصر. بصراحه يعني كل حاجه متوفره لينا، من معدات لكور لجوان للخدمات للعمال. طبعا مش هتكلم عن الجهاز الفني اللي هو الجهاز اللي هو رئيس الجهاز وكده، بيوفروا لنا كل حاجه، يعني كل حاجه بنعوزها بتتوفر في اسرع وقت الحقيقه. يعني الحقيقه احنا تابعنا بقالنا فتره طويله اعضاء في النادي الاهلي وكده، الحقيقه في الفتره ديت يعني الحمد لله كلنا شايفين المتغيرات اللي حصلت من منشآت، من مطاعم، من ملاعب اطفال، من محلات، من لا الحمد لله في تطوير جامد جدا جدا جدا، احنا كلنا كاعضاء لامسينه الحقيقه. ويعني انا شايف الفتره الاخيره ديت في هجوم غير مبرر على مجلس الاداره الحالي، انا ما اعرفش ليه الحقيقه يعني، والمصلحه مين، لكن انا شايف المجموعه دي وان شاء الله لما مجلس الاداره يستكمل ويبقى العدد ان شاء الله يؤدي بشكل احسن ان شاء الله. من ساعه ما المهندس محمود طاهر استلم مجلس الاداره في تطوير جامد جدا في النادي، من ناحيه الانشائيه، من ناحيه الخدميه، من ناحيه الاجتماعيه، في حاجات انشطه كتير زادت ما كانتش موجوده قبل كده في النادي. لا في تطوير جامد يعني، الناس حاساه، وبالاضافه طبعا للفروع اللي بتتفتح، ولا في شغل معمول كتير بصراحه. انا شايفه تطورات كتير جدا، انا لمساها كعضوه يعني. الحمام السباحه هنا نضيف جدا، حمام السباحه في الجزيره برضو نضيف جدا، احنا كاعضاء القعده بقت احسن يعني، لا في انشاءات كتير جدا ملموسه يعني. مجلس الاداره ما شاء الله شايف شغله كويس، وبعدين التجديدات اللي بتحصل دلوقتي في التراك عجباني يعني كويس، وكمستوى الجيم يعني كمستوى النادي عامه كله. هو دور مجلس الاداره هو الدور الاساسي يعني، هو احنا بنبعت ورق اللي احنا عايزين 1 2 3 4، هو بيبتدي يوافق عليه ويبتدي احنا كادارات بقى نبتدي نشتغل والتطوير. فالمجلس الاداره يعني الاداره الاول التنفيذيه بتبعت الورق اللي هي متطلباتها ايه، ومجلس الاداره بيوافق ويبتدي يشوف لنا الفلوس بتاعتها ويبتدي المصاريف، وبنبتدي نشتغل ان شاء الله.